السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه من بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات في الجلسة الأولى من هذا البرنامج المبارك، وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ضيف كريم وعالم من علماء المسلمين والذي قد استفدنا منه كثيرا، خصوصا أبناء هذه المدينة. أسأل الله أن يرفع قدر الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. وهذه أول الجلسات المباركة هذه، أسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشيخ عبد الحي معروف عندكم إن شاء الله تعالى، وهو رئيس هيئة علماء السودان وعضو المجمع الفقهي الإسلامي، ومن علماء هذه الأمة الذين لهم جهود مباركة في العالم الإسلامي عموما وفي دول أوروبا كذلك. أسأل الله يجزي شيخنا شيخ الجزاء وأن يرفع قدره وأن ينفعنا بعلمه، جزاه الله خيرا. ولا أطيل عليكم وليتفضل الشيخ، مشكورا جزاه الله خيرا. أحسن الله إليك. هذه الحبيبة الضرورية، لا هذه مشكلة، ممكن نشيل نحمله في يزيد، لا ما يتعب، بل وجوده يتعب. يا سلام عليك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد أيها الفضلاء المحترمون، فأبدأ الكلام بأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وشكر الله لإخواني القائمين على مسجد الحكمة، وشكر الله لأخي أبي سلمان سلطان عمر دعوته لي، وشكر الله لفضيلة الشيخ تقديمه لي وقد أقراني، ولست رئيسا لهيئة علماء السودان كما قال، ولست عالما من علماء المسلمين كما قال، ولكن أنا طالب علم وعندي الأشياء التي أتعلمها أحب دائما أن أوصلها إلى إخواني. وجزاه الله خيرا على حسن ظنه بي، وكما كان بعض الطيبين يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، أنا أول يوم أدخل هذا المسجد اليوم في صلاة الجمعة، وهذه المرة الثانية. حقيقة سررت بهذا المكان الفسيح الواسع، وكان سروري أعظم بالمكان الفسيح الذي منح لأخواتنا وبناتنا، وأيضا سررت بالمرافق التي ألحقت بهذا المسجد من أجل أن يكمل رسالته. ولذلك أنطلق في حديثي عن السيرة النبوية من دور المسجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلكم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن المسلمين في مكة ما كان لهم مسجد، وإنما المسجد الحرام الذي هو أطهر بقعة على وجه الأرض
كان المسلمون لا يستطيعون الصلاة فيه، كان حوله 360 صنما قد نصبت حول الكعبة المشرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى أبو جهل عمرو بن هشام عدو الله ورسوله كان ينهاه، وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ حتى إن أبا جهل قال: واللات والعزى لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بالتراب لأشدخن رأسه بحجر. يعني قال: لو رأيت يصلي مرة أخرى ويسجد أنا سآتي بحجر فأرميه على رأسه. فلما رأى المشركون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أخبروا أبا جهل، فجاء ومعه حجر كبير ومشى نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشركون ينتظرون أنه عما قريب سيصبح محمد صلى الله عليه وسلم في عداد الموتى، لكنهم فوجئوا بأن أبا جهل بعدما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الحجر من يده ورجع منتقعا لونه مرتعدة أوصاله، رجع مصفرا ويرتعد. قالوا له: ما شأنك؟ قال لهم: ما إن دنوت من محمد حتى رأيت بيني وبينه خندقا وأهوالا وأجنحة. خندقا أي خندقا من نار، وأهوالا يعني أمور مخيفة، وأجنحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك قال: تلك هي الملائكة، والله لو دنا لتخطفته عضوا عضوا. وفيه أنزل الله هذه الآية. فالمسلمون في مكة ما كان عندهم مسجد، وإنما كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا، وهناك يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الدين، ويصلون بصلاته ويستمعون إلى حديثه ويقتدون به صلوات الله وسلامه عليه. طيب، لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقد وصل إليها يوم الاثنين ضحى، يعني وصل إلى المدينة يوم الاثنين في وقت الضحى، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى فأنار فيها كل شيء، وتوفي يوم الاثنين ضحى فأظلم فيها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا عليه الصلاة والسلام. لما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام كان لا يمر بحي من أحياء الأنصار إلا تعلقوا بركابه، بنو بياضة، بنو سلمة، بنو حارثة، بنو النجار، وهكذا في كل حي من الأحياء يمسكون بزمام بعيره يقولون: يا رسول الله هلم إلينا، هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى القوة والمنع، يعني تعال انزل عندنا في حينا نحن نحميك ونمنعك، عددنا كثير، قوتنا كبيرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمته المأثورة: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. خلوا سبيلها أي سبيل الناقة فإنها مأمورة. حتى وصلت إلى المكان الذي فيه مسجده المبارك عليه الصلاة والسلام الآن، فالناقة بركت ثم نهضت ومشت قليلا ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت وألقت بجيرانها وتحلحلت، يعني أصدرت صوتا بأنها قد استقرت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ها هنا المنزل. واحد من الصحابة كان رجلا ذكيا وهو أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تفضل، لا، وإنما أخذ رحله ودخل به بيته.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع رحله. يعني رفع الحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقول الناس رفض النزول عندنا، وهذا يقول رفض النزول عندي، لماذا نزل عند أبي أيوب؟ لا، أبو أيوب أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع رحله. وأبو أيوب رضي الله عنه كان في كل يوم زوجته أم أيوب تصنع الطعام وينزل به للنبي عليه الصلاة والسلام فيأكل عليه الصلاة والسلام، فإذا فرغ كان أبو أيوب ينزل فيأخذ ما بقي من الطعام ويجلس هو وزوجه يأكلان من حيث أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام رجع الطعام كما هو، فنزل أبو أيوب يقول: نستغفر الله يا رسول الله، هل نزل فينا قرآن؟ قال: لا، ولكن في طعامكم شيئا من تلك الشجرة، يعني الثوم، وإني أناجى فإني أكرهه. فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا المكان الذي بركت فيه الناقة سأل عنه، فإذا هو مربد لغلامين من الأنصار. المربد ما نسميه في لساننا اليوم بالحوش، الحوش أو الفناء أو الردهة أو البرحة، يعني المكان الذي ليس فيه بناء، وكان متخذا لتجفيف التمر، يعني إذا جذوا تمورهم أهل المدينة يجمعونها في ذلك المكان ثم يعبئونها، ومن ثم يصدرونها إلى الشام، ومن الشام يجلبون الزبيب والقمح وغير ذلك في التجارة المعروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن أصحاب هذا المربد، فإذا هما غلامان يتيمان، فاستدعاهما وقال: ثامنوني بحائطكم، يعني أطلب الثمن في هذا المكان. فقال الغلامان: بل نهبه لله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا بالثمن، لابد أدفع ثمنا. فثامنوه فأعطاهم الثمن من ماله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لسببين: أولا أنه يريد أن يكون هذا وقفا له عليه الصلاة والسلام، يعني هذا المسجد النبوي في المدينة المنورة الذي نصلي فيه اليوم كل صلاة تقع فيه هي في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا بنى مسجدا أو أوقف مكانا للصلاة كل صلاة تقع فيه من فريضة أو نافلة هي في ميزانه. ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، ولو كبيت طائر، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا السبب الأول. السبب الثاني: النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يترك لأحد فرصة يأتي يوم من الأيام يقول: والله نزع الحائط من الغلامين، أو استغل أن الغلامين يتيمان، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استولى على يعني هذا المكان، يريد أن يقطع ألسنة السوق، فأبى إلا بالثمن. أخذ ذلك المربد، وكان من ورائه قبور لبعض المشركين، فأمر بتلك القبور فنبشت، وكانت هناك أرض خربة، مكان فيه خرابة أو مزبلة كما نقول، فأمر بها فسويت، فصار هذا المكان كله للمسجد، وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده المبارك هو وأصحابه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة على كتفه الشريفة، يعني ما اكتفى بأن يقول اصنعوا كذا وافعلوا كذا، لا، وإنما يشارك بنفسه. لما رأى الصحابة ذلك جعلوا يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، تلك الحمال لا حمال خيبر، هذه أبر ربنا وأطهر. وشرعوا يبنون المسجد حتى أكملوا. كيف كان المسجد؟
كانت جدرانه من اللبن. تعرفون اللبن؟ يا اخوان انتم فاهمين كلامي ولا محتاجين ترجمه؟ تعرفون اللبن؟ الطين يعني، الطوب الذي من الطين ما احرق بالنار. كانت جدرانه من اللبن، وكانت اعمدته جذوع النخل، وكان فرشه من التراب، وكان سقفه من الجريد، جريد النخل. وتعرفون الجريد ما يمنع الماء، لذلك كان إذا نزل المطر النبي عليه الصلاة والسلام على منبره يقطر الماء من لحيته. وكان عليه الصلاة والسلام ليلة 21 من رمضان نزل المطر بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الصبح ثم استقبلهم بوجهه وأثر الطين على جبهته وروثة أنفه عليه الصلاة والسلام. فبني ذلك المسجد. الآن أيها الإخوان انظروا مسجدكم هذا ما شاء الله، جدرانه من ماذا؟ وفرشه من ماذا؟ وسقفه من ماذا؟ وهذه الثريات التي تضيء لكم، وأجهزة تدفئة، وأبواب ما أدري من أي خشب هي، وهذه هذا المنبر ما شاء الله، وهذا الجهاز الذي يسمع الصوت. ثم بعد ذلك جئتمونا بماء منقى مصفى سائغا شرابه، وبعد ذلك نجلس على كراسي وثيرة، وأنتم تجلسون أيضا على فرش وثير، وبعد ذلك كل الأمور مهيئة. نحمد الله على نعمته ونسأل الله المزيد من فضله. ولكن السؤال أيها الإخوة الكرام، كيف كان المسجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو ما ينبغي أن تكون عليه مساجد. أولا، كان المسجد للجميع، للكبار والصغار والشيوخ والشباب والرجال والنساء، للكل. المسجد ما كان لطائفة دون طائفة، ولا لجماعة دون جماعة، ولا لجنس دون جنس، ولا لحزب دون حزب. كان للأحمر والأسود والعربي والعجمي والحضري والبدوي والعامي والعالم، الكل كانوا في مسجده عليه الصلاة والسلام. النساء كان لهن مكان في آخر المسجد، ما كان هناك حائز بين الرجال والنساء. كانت تقول أمنا عائشة: كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، من الغلس أي من الظلام. النساء كنا يشهدن صلاة ماذا؟ الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن. طيب، حديث آخر يثبت من خلاله أنهن كن يصلين العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة تأخر في صلاة العشاء، يعني الناس جلسوا وهم معتادون مثلا أن صلاة العشاء الساعة السابعة، جلسوا السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، ما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في وقت متأخر. فقالوا: يا رسول الله، قد نام النساء والصبيان. يعني المسجد فيه نساء وفيه صبيان. قد نام النساء والصبيان. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. يعني الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر لولا أن أشق عليكم. وكنا يشهدنا أيضا صلاة الجمعة. تقول أم حارثة رضي الله عنها: ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. فإذا كان النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح والعشاء والجمعة، فمن باب أولى كنا يشهدن أيضا الظهر والعصر والمغرب، صحيح؟ لأنها أخف، ولأنها في غير وقت ظلام. وأيضا النساء كنا يشهدن
مجالسه الشريفة عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك في مجلس يعلم الناس النساء كنا يشهدنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام لما قال: لعل أحدكم يتحدث بما يكون بينه وبين امرأته، يعني في الفراش، فوجم الرجال، يعني الرجال سكتوا، فصاحت امرأة من ناحية النساء: بلى يا رسول الله، والله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مثل ذلك إلا كمثل شيطان لقي شيطانة فضاجعها على الطريق والناس ينظرون. فالنساء كان لهن في المسجد حضور ولهن دور. كذلك أيها الإخوان الصبيان، الصبيان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت آتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير راكب أتانا، راكب أتانا، والأتان ما هي؟ أنس الحمار. وأنا راكب أتانا وكنت لا أحسن عقلها، يعني ما بربطها كويس، ما بعرف أربطها، وكنت أدخل في الصلاة وأتاني تسرح بين الصفوف فلا يقولون لي شيئا. يعني الصحابة رضوان الله ما كان أحدهم بعد الصلاة كما يصنع الآن بعض الرجال عندنا في المساجد، إذا وجد ولدا يعني لعب ولا صاح ولا كذا يمسك به ويفرك أذنه فركة تجعله يخرج من المسجد ربما لا يعود حتى يموت. يكره المسجد ويكره أهل المسجد ويكره الصلاة، ولربما ينهره نهرة أيضا يذهب بعده إلى الكنيسة، نسأل الله العافية. لا، عبد الله بن عباس يأتي وحماره يسرح بين الصفوف يقول: ولا يقولون لي شيئا. بل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ساجدا يوم من الأيام فيأتي الحسن فيعتلي ظهره، يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، فيطيل عليه الصلاة والسلام السجود. لما طال السجود واحد من الصحابة، يبدو أنه كان تاجر عنده دكان مستعجل، لما طال الأمر رفع رأسه عشان يشوفه إيه الحاصل، فوجد الحسن راكبا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال لهم: إن ابني هذا قد ارتحلني وكرهت أن أعجله. وما قال للحسن: يا ولد أنت لماذا تأتي إلى المسجد ولماذا تلعب؟ لا، إنما تحملوه. وصار الحسن بعد ذلك عظيما من عظماء المسلمين رضي الله عنه وارضاه، وجمعنا به في جنات النعيم. فهذه الأولى أيها الإخوان، المسجد الجميع للرجال والنساء والكبار والصغار، وقد وفق للحكمة القائمون على مسجد الحكمة، فما اكتفوا بأن يقتطعوا للنساء حيزا يسيرا، وإنما جعلوا لهم مكانا كبيرا فسيحا. لذلك أنا أقول لكم: ينبغي أن تأتوا إلى هذا المسجد ومعكم نساؤكم وبناتكم وأمهاتكم وجداتكم، وكان الجدة موجودة برضو لي معك. هذه واحدة. ثانيا أيها الإخوة الكرام، المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدرسة وجامعة ومعهدا ومركزا للتعليم، للتعليم يقرأ فيه القرآن، تلقى فيه المواعظ، يعلم فيه الجاهل، يذكر فيه الغافل، يرشد فيه الضال. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة فيأتي رجل فيصلي صلاة سريعة ما فيها طمأنينة، ثم يأتي فيقول: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فيرجع الرجل رضي الله عنه فيصلي مرة أخرى بذات الصفة، ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فأعادها ثالثة، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله.
قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. وهو الحديث المشهور عند العلماء بحديث المسيء صلاته. قال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذه أول خطوة، لا بد أن يكون الوضوء وضوءا صحيحا. ثم استقبل القبلة، هذا الشرط الثاني من شروط الصلاة بعد الطهارة من الحدث، استقبال القبلة. ثم بدأ يشرح له الأركان، ثم كبر. الصلاة لا بد في بدايتها الله أكبر، لا يصلح الله أعظم ولا الله أجل، لا، لا بد الله أكبر. تحريمها التكبير، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فها هنا الرجل تعلم، والصحابة أيضا ازدادوا علما رضوان الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة جالس مع الصحابة، فيأتي أعرابي فيجلس في ناحية من المسجد يبول، يجلس يبول وهو فعل منكر. فقام الصحابة من أجل أن يغيروا هذا المنكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزلموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا عليه ذنوبا من ماء، يعني بعدما يبول خذوا دلوا من الماء فأريقوا عليه، خلاص انتهى. هنا تعلمنا حكما بأن الأرض يكتفى في تطهيرها بمكاثرة النجاسة بالماء، أريقوا عليه ذنوبا من ماء، يعني الأرض ما تحتاج إلى حفر، ولا نحتاج أن نخرج هذا التراب الذي حصل فيه البول، وإنما يكفي صب الماء على مكان البول فيطهر. وبعد ذلك استدعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي وقال له يا أخ العرب، يا أخ العرب. هنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا نهينا عن المنكر بألا نسيء إلى صاحب المنكر، ما نقول له يا جاهل أو يا بدري أو يا كذا، لا، وإنما يا أخ العرب، يعني أنت أخي، إن هذه الصلاة لا ما بنيت لهذه القاذورات، وإنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن. فهنا الأعرابي فرح بهذا الكلام الهين اللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب توضأ وجاء يصلي ورفع صوته بالدعاء، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أي مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه ثانية، قال له يا أخ العرب لقد ضيقت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء، يا أخي ربنا سيرحمني ويرحمك ويرحم الدنيا كلها. فها هنا أيضا علمه الأدب في الدعاء، إن الدعاء ما يكون معه اعتداء. ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ما تعتدي في دعائك، ما تدعو على الناس، ما تدعو بإثم، ما تدعو بقطيعة الرحم، ما تطلب شيئا مستحيلا قدرا أو مستحيلا شرعا، كل هذا من الاعتداء في الدعاء. هذه ثانية أيها الإخوان، المسجد مكان للتعليم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أيها الإخوة الكرام، كان المسجد مكانا لعقد النكاح، لعقد النكاح الذي يريد أن يتزوج، ما كان هناك محكمة ولا كان هناك كاتب عدل ولا كان هناك مأذون ولا كذا، وإنما الزواج يكون وين؟ في المسجد. لما جاءت امرأة ف
فقالت: يا رسول الله، إني وهبت لك نفسي، يعني قد زوجتك نفسي. طيب زوجتك نفسي، ما في ولي؟ نعم ما في ولي، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر فيها وصوبه ثم سكت عليه الصلاة والسلام، لأنه من أدبه ما كان يقول لا، سكت. واحد من الصحابة رجل موفق قال: يا رسول الله، إن لم يكن بك إليها حاجة زوجنيها، إن أنت ما تريد أنا جاهز، إن لم يكن بك إليها حاجة زوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء؟ عندك مهر؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، ليس بالضرورة ذهب ولا فضة، ولو حديد. فالرجل ذهب غاب ساعة ثم جاء قال: يا رسول الله، ما عندي شيء ولا حديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما أيها الإخوان عنده البدائل، يعني ما يكفي أن تقول الإنسان لا ما يصلح، قل له لا ما يصلح ولكن البديل كذا وكذا. لما جاءه بلال رضي الله عنه بتمر جيد، تمر نوع فاخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله، إني اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر رديء كان عندي، كان عندي تمر قديم، فبذلت صاعين وأخذت صاعا. فقال: أوه، عين الربا، عين الربا، الذي فعلته هذا هو الربا، ولكن بع ما عندك ثم اشتري به ما تشاء. تبيع التمر الرديء الذي عندك وتشتري التمر الجيد، هنا ما يكون ربا. فها هنا الرجل لما قال ما عندي شيء، قال له صلى الله عليه وسلم: ما عندك، ما معك من القرآن؟ حافظ شيء من القرآن؟ قال: بلى يا رسول الله، أحفظ كذا وكذا وكذا، حتى ذكر 20 سورة، 20 سورة من القرآن. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد زوجتكها، على أن تعلمها ما معك من القرآن. زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. هنا استفاد العلماء فائدة بأن المهر ليس شرطاً أن يكون عيناً أو نقداً، يمكن أن يكون منفعة، يمكن أن يكون منفعة، يعني ليس شرطاً أن المهر يكون فلوس، وليس شرطاً أن يكون المهر ذهباً أو ثياباً أو كتباً أو أثاثاً، لا، ممكن يكون منفعة. فهمتم؟ وتجدون هذا في القرآن: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تعمل في رعي الغنم 8 سنوات. واضح أيها الناس؟ فالمسجد كان مكانا لعقد الأنكحة. أيضا أيها الإخوان، المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لتنفيس الكربات، تنفيس الكروب. النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم الجمعة يخطب، فجاء قوم عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، كلهم مضريون، مجتاب النمار، يعني ثيابهم مشققة، حالتهم بائسة. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، ثم قال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، من صاع شعيره، من صاع بره. يعني يقول لهم أي إنسان عنده شيء يأتي به، وبسط ثوب في المسجد، هذا يأتي بقبضة من شعير، هذا يأتي بصاع من تمر، هذا يأتي بشيء من قمح، هذا يأتي بثياب، هذا يأتي بدراهم. حتى أقبل رجل بذهبية عظيمة، كمية من الذهب، عجزت يداه عن حملها فطرحها في الثوب، فتهلل وجه رسول الله
صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا هذه الصدقات لمن؟ لهؤلاء الفقراء. بل يكون على المنبر عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فيأتي رجل أعرابي فيقول: يا رسول الله، أمسكت السماء وأجدبت الأرض وهلكت الأموال، أدعو الله أن